الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما عندي 9 سنوات. 9 سنين ولا سنوات؟ سنوات. 9 سنوات. 9 سنوات يعني انت دلوقتي خاطب؟ لا. خاطب يعني ايه طيب؟ خاطب انا عارف يعني، بس مش انت عارف يعني ايه، بس مش هتقول. مفيش حاجه في ايدك طيب خالص؟ لا خالص، ولا خاتم ولا اي حاجه؟ يا رب ما نوقع تاني. بتضحك. ال 20 جنيه دي هتروح تشتري بيها ايس كريم ولا تروح تجيب بيها عصير؟ اديها لصاحبك. لا هما قالوا لي هو عمر بيحب بنت. لا لا وقربت. انا ما بحبش بنت. ماشي مش بتحبها بس انت عايز تتجوزها يعني لما تكبر. لا خالص؟ خالص. مفيش؟ مفيش بنات بحبها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفريدة من نوعها. النهاردة معانا تقريبا أصغر منشد أصغر قارئ في مصر، معانا النهاردة عمر. فضل عمر، مش عارف بقى هو يعرف يطلع على كرسي الحلاقة ده ولا لأ. يلا برافو عليك برافو عليك. طبعا مراعاة لفرق الطول، عمر اطول مني يعني، فانا ايه قول انا اقعد هنا. عمر عامل ايه؟ الحمد لله. عايز اقول لكم ان الحلقه دي احنا تاني مره نسجلها، سجلنا الحلقه دي قبل كده وكروتنا عمر وسبحان الله الفيديو باظ والصوت باظ، بنكرر الحلقه تاني بس ايه بوضع احسن يعني. بس انت طيب؟ حضرت الفرح بتاعك؟ مش كان الفرح بتاعك انت كنت بتقول هتتجوز الاسبوع اللي فات؟ لا. طيب احنا عايزين نسمع بقى ايه؟ يعني عايزين نسمع الاول كده التكبيرات بتاعت العيد، تعرف تقولها؟ بس عايزين بقى جلجله كده وصوت عالي. ماشي افرد صدرك بقى الكبير ده كده، ورينا عضلاتك. في عضلات ولا مفيش؟ في عضلات. طب اعمل عضلاتك كده بقى. ايوه كده يلا. نحنح كده سلك. سلك. ايوه كده يلا بينا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ما شاء الله. عمر أنت عندك كم سنة؟ عندي 9 سنوات. 9 سنين ولا سنوات؟ سنوات. 9 سنوات. 9 سنوات يعني أنت دلوقتي خاطب؟ لا. خاطب يعني إيه طيب؟ خاطب أنا عارف يعني، بس مش أنت عارف يعني إيه، بس مش هتقول. مفيش حاجة في ايدك طيب خالص؟ لا. خالص ولا خاتم ولا أي حاجة؟ خالص. طيب هو عمر كانت الخطوبة بتاعته الأسبوع اللي فات صح؟ لا. إيه اللي لأ؟ أمال أنت اتأخرت ليه؟ هو لا قالوا لي إن الخطوبة بتاعتك الأسبوع اللي فات. لا مفيش، كانش فيه خطوبة؟ أه. لسه ما اتجوزتش؟ أه. إيه لحد دلوقتي ما اتجوزتش؟ لما أكبر. لما تكبر، يعني أنت الموضوع في دماغك. أه. طيب مين أكتر واحد أنت بتحب تسمعه من القراء؟ الشيخ عبد الباسط. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. مش ملاحظ ان انت مفتري يعني، كن لسه بقى طفل صغير كده وبتحب تسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. طيب ممكن تسمعنا حاجه ليه؟ ماشي يلا بينا، بس عايز صوت عالي بقى. يلا بينا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا
ان شاء الله ان شاء الله عليك ان شاء الله. والله يعني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اصلا في شباب من القامات اللي هم اللي بيقولوا عليهم قامات على السوشيال ميديا النهارده ما بيعرفوش يجيبوا الشيخ عبد الباسط بالجوده والجمال بتاع عمر. وطبعا تقريبا كان المفروض الحلقه نقعد ندردش مع بعض شويه، بس انا كده هضطر ان انا اسمع صوت عمر تاني عشان صوته جميل. عمر انت بتعرف تنشد؟ ايه في الانشاد ممكن تسمعه؟ سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتسترني رغم أني عنيف، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنب مضى، وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي، لأنك تقبلني يا كريم. ما شاء الله. بحفظها من إمتى دي؟ وأنت صغير؟ لا. بلدت إيه؟ من زمان. من زمان؟ دلوقتي عندك 9 سنين. انت الاول قبل ما اسالك السؤال اللي كنت اساله دلوقتي، القران الكريم متحفظ قد ايه فيه؟ 4 اجزاء. 4 اجزاء؟ ايه هما؟ جزء عامه، جزء تبارك، جزء قد سمع، و والجزء اللي بعديه. الجزء اللي بعديه؟ الجزء اللي بعديه بقى اللي هو ايه؟ طب مش فاكر حاجه منه؟ ايه؟ لا انا فاكر بس مش كتير. طب ايه مثلا؟ ها؟ نقول لقد سمع وعمة وايه تاني؟ تبارك. وتبارك؟ ها؟ و حد يغششه طيب؟ طيب خلاص مش مهم الجزء الرابع ده، اعتبر ان انت حافظ 3 اجزاء بس. قول لي بقى انت في سنة كام دلوقتي؟ داخل الصف الثالث الابتدائي. الصف الثالث الابتدائي. يعني تالتة ابتدائي ولا الثالث الابتدائي؟ الثالث. هو تالتة تتكلم لغة عربية؟ ليه بتتكلم لغه عربيه؟ عادي عادي مش اي حاجه، بتتكلمش يعني عادي زينا كده؟ بتكلم. طيب اتكلم زينا. نسال بقى ايه بقيه الاسئله. انا عايزك تقليد تاني للشيخ عبد الباسط غير والضحى، ايه تاني ممكن تسمعه؟ مثلا الف. ماشي يلا صوت عالي بقى، يلا نفرد عضلاتك. انت طالع من الفصل لقيت في الطرقه 20 جنيه، ال 20 جنيه دي هتروح تشتري بيها ايس كريم ولا هتروح تجيب بيها عصير؟ هديها لصاحب. يا سلام برافو عليك. حد غششك؟ حد غششك الاجابه دي؟ انت اللي كده قايلها بنفسك؟ طيب لو ما لقيتش لها صاحب هتسال عليها ولا هتاخدها؟ صحيح. برضو ما زال هو كده مش عايز ياخد ال 20 جنيه. سؤال كمان، مين صحابك الاول؟ قول لي اسم صحابك اللي معاك في المدرسه اللي انت بتحبهم. انا ما بروحش المدرسه. ما بتروحش المدرسه؟
مقفول. ما المدارس مقفول بس يعني اكيد كنت بتروح المدرسه. وبعدين قلنا تعلي صوتك، قلنا تعلي صوتك. ها وبعدين يعني عايز ناسي اسامي صحابك. ناسي اسماء صحابك؟ اه. بابا اسمه ايه؟ ايه بابا اسمه ايه؟ علي. بابا اسمه، طب انت فاكر اسمه بابا؟ اه اواب وحمزه وعبد المطلب. لا طب اواب وحمزه فاضل واحد. عبيده. عبيده اواب وحمزه وعبيده ما شاء الله. دول معاك في المدرسه تلعب مع بعض يعني ولا؟ طيب قول لي انت بتروح الكتاب؟ اه. مين اللي بيحفظك؟ الشيخ عوض. الشيخ عوض. الشيخ عوض. طيب لو الشيخ عوض دلوقتي بيتفرج عليك تقول له ايه؟ لا يعني لو الشيخ عوض دلوقتي شايفك هتقول له ايه مثلا؟ تحب تقول له ايه؟ مش عارف والله. هو بيقول لك مش عارف، هو انت ما تعرفش الشيخ عوض؟ عارفه بس مش عارف اقول ايه. مش عارف تقول له حاجه؟ اه. طيب يعني الشيخ عوض دلوقتي مثلا شافك وقال لك يا عمر انت ما شاء الله جدع وانا اتبسطت قوي لما اتفرجت على الحلقه بتاعتك. انت ترد تقول له ايه؟ شكرا. بس خلصت كده شكرا؟ اختصرت الكلام كله؟ طيب اسالك اخر سؤال. اخر سؤال. بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ ما تقوليش الاثنين. بابا ولا بابا؟ تحت بابا. بتحب بابا اكتر ولا ماما؟ سؤال صعب؟ صح. يعني غمض عينك وجاوب ما تخافش. يلا. ماما. انت في ثواني كده بعت بابا؟ بعت بابا في ثواني؟ طيب. لو احنا قلنا ان انت بتحب ماما اكتر من بابا، ايه السبب؟ بابا بيزعق لك يعني مثلا بيشخط فيك؟ لا. امال ايه؟ الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. اه طيب، طب مين اللي بيشجعك اكتر؟ الاثنين. انت كده بدات تطبل وجاي مسكت العصايه من النص وبتاع. طيب ماشي يا عم. في البيت بقى بتذاكر قد ايه ولا ما بتذاكرش؟ بذاكر كتير. بذاكر كتير؟ بابا عمال بيعمل لي كده. اه. ها؟ بتذاكر قد ايه؟ بصور بصراحه عادي يعني ما فيش فيها حاجه. يعني بذاكر ساعتين. ما شاء الله. طيب. البنت بقى اللي انت بتحبها اسمها ايه؟ ما بحبش بنات. كذاب. البنت اللي انت بتحبها اسمها ايه؟ ما بحبش بنات. لا هما قالوا لي هو عمر بيحب بنت. لا لا وقربت. ما بحبش بنت. ماشي مش بتحبها بس انت عايز تتجوزها يعني ما تكبر. لا خالص؟ خالص. مفيش؟ مفيش بنات بحبها. طيب هتقول لها ايه طيب؟ ايه؟ هتقول لها ايه دلوقتي؟ بقول ما فيش بنات بحبهم. خالص؟ خالص. مش عارف حاسس انت بتكذب عليا. لا. طب احلف بالله. احلف بالله. اقول لي انا مش بحب بنات. انا بحب بنات. خلاص انا كده مصدق. طيب الناس اللي بتتفرج عليك بقى دلوقتي، الناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي وبالذات الاطفال الصغيرين تقول لهم ايه؟ لو مثلا في اطفال صغيرين كده زيك وعايزين يحفظوا القران او يقلدوا الشيخ عبد الباسط تنصحهم تقول لهم ايه؟ ما تقوليش مش عارف. هقول لك. يسمعوا كتير. يسمعوا كتير. برافو عليك. ويسمعوا القران كتير. ماشي. بس كده. بس كده؟ طب انت بتصلي؟ اه. كم فرض في اليوم؟ خمسة. قولهم كده؟ الفجر. ماشي. والظهر. ماشي. والعصر. برافو. والمغرب والعشاء. برافو عليك. انا هسألك السؤال الأخير بقى عشان أنا كل ما أسأل حاجة أقول لك هسأل سؤال كمان، آخر سؤال. إيه هي الحاجة اللي إحنا بندخل البيت نضغط كده على الزرار على المفتاح تقوم منور لنا النور واسمها لمبة؟ حاجة كده بندخل جوه البيت نقوم نضغط على الزرار كده نتك على الزرار تقوم منورة واسمها لمبة. مش فاهم. قلت لي اسمها لمبة. ايه؟ انا عايزك تعلي صوتك عشان الناس تسمع. انت لسه حالا قايل اسمها لمبة. اللمبة؟ يعني هي اسمها ايه؟ هي اسمها لمبة؟ لا مصباح. مصباح ماشي مصباح. طيب ايه هي الحاجة اللي باربع عجلات ولها دريكسيون واسمها عربية؟ مش هتعرف السؤال ده. سيارة. مين هو اللي في الفصل اللي بيدي لك الحصة بيدرس لك وبيديك الواجب وبيكتب لك على السبورة وبيشرح لك الدرس واسمه أستاذ؟ أستاذ المعلم. المعلم. طبعا طبعا هو المفروض إن الطفل هو طبعا بيقول إن أنا مش غبي. أي طفل يعني اسأله السؤال ده لأولادكم يعني هو بيقول لك هو طبعا ده ذكي ما شاء الله هو بيعتقد ان انا مش غبي ان انا هقول له الاجابه في السؤال
فهو استحاله يختار الاجابه اللي انا قلتها. يعني انا لو قلت له عربيه فهو عمره هيقول عربيه، هيقول هو مجنون. يعني هو بيقول السؤال وبيقول الاجابه معاه، فبيستبعد تماما ان هو يقول مثلا اللمبه، او يستبعد يقول الاستاذ، او يستبعد يقول العربيه، فبيقول كلمات مشابهه ليها. فهو ما شاء الله حتى ذاكرته او ذهنه حاضر ان هو يختار كلمات مشابهه ليها. عمر كل سنه وانت طيب. انت طيب. انت صايم رمضان السنه دي ولا مش صايم؟ مش في رمضان. سلام. شايفين على فكره عمر ما شاء الله 9 سنين وما شاء الله. يعني انا بشكر جدا ابوه، بشكر جدا والدته ان هم طلعوا يعني راجل، اقدر اقول راجل زي عمر 9 سنين وما شاء الله بالاخلاق دي، وان هو حافظ وصوت جميل، وبيشجعوه ان هم ان هو يكمل وان هو يكبر. فدي رساله يعني لكل اب وكل ام دلوقتي، ان انت ولادك تعبت، صرفت مصاريف، رحت جريت، شقيت، عملت، هما الزرعه بتاعتك بقى ما عندك مليار جنيه مش هتعمل بيه حاجه. انت في الاول في الاخر ابنك او بنتك او ولادكم، يعني هما الزرعه بتاعتكم، اللي هي لو صلحت فالناس بعد كده تفتكركم بالخير، يقول لك ده ابن فلان الفلاني، ربنا يبارك له. هيدعي لك، هيدعي لك لما يشوف الزرعه بتاعتك ماشيه والناس كلها بتبص لها كده وبتفتخر بيها. يعني فدي رساله يعني بعيد عن التيك توك وبعيد عن الهلس اللي احنا بنقعد نشوفه. ففي عندنا حالات جميله جدا، مع ان عمر ساعات بيسمع مهرجانات. بس ايه انت اتخضيت ليه؟ طيب مش مهرجانات خالص. طيب انا عايزك تختم بقى للناس وتقول لهم شكرا وكل سنه وحضراتكم طيبين والسلام عليكم. شكرا او كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم. بايدك طيب كده اللي هو كده يعني. السلام عليكم. ماشي. اشوفك تاني؟ ماشي. انزل بقى على كرسي الحلاقه بالراحه كده. بس. شكرا يا عمر. تنورتونا والله. و